حياكم الله مشاهدينا الكرام. الحمد لله فاز أردوغان، الحمد لله فازت تركيا. هنيئا للشعب التركي هذا العرس الانتخابي الجميل، هنيئا لشعب أثبتت أكثريته أنها تريد من يتحدث باسم الدين والعدل بالإنجازات بالمشاريع بعزة الإسلام ووحدة المسلمين. هنيئا للاجئين المظلومين، للعرب في تركيا وفي كل مكان، لكل مسرور بهذا النصر المؤزر. تعازينا لبايدن وأصحابه، للصحافة الغربية المنحازة غير الموضوعية، للإيكونومست وأخواتها من وسائل إعلامية أجنبية وعربية ضربت معايير المهنة والصحافة عرض الحائط نكاية بالطيب أردوغان. أصبح شعارها أن تكذب أكثر. هذا يوم تاريخي مشاهدين الكرام، يتزامن مع ذكرى عظيمة، ذكرى فتح اسطنبول، فتح القسطنطينية. ويا له من تقدير من الله العزيز الكريم، يعز من يشاء ويذل من يشاء بحكمته. فهنيئا لجامع آيا صوفيا، سيبقى منارة ومنارة عز للتوحيد بإذن الله. هنيئا للمسجد الأقصى المبارك، وهذه بشرى إن شاء الله. هنيئا للأسرة في تركيا قد انتصرت، هنيئا لنا جميعا هذا الفوز الكبير. قالوا رجب، قلت الفخامة والتواضع والأدب. قالوا رجب، قلت الزعامة والأناقة في صخب. في نصره عز لكم ولقومكم، في فوزه بشرى وفيه المرتقب. يا أهلنا الأتراك، أيا صحبي، أيا أهل النسب، هل تقبلون بصفقة ذهبية مختومة محمولة تمضي بألف من صناديق الذهب؟ هل تقبلون بماسنا ودقيقنا بالعطر فيها والجبب؟ نهديكم المرجان والآلاء من كل الشعب، إن أنتم أعطيتمونا تاجكم ورئيسكم طيب رجب. وخذوا مع الصندوق كل ضباعنا من قومنا الرؤساء حكام العرب.